من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده، وارتضاه لجميع الأنبياء والرسل، وارتضاه للأولين والآخرين، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الله سبحانه وتعالى فبرة الرليكة لا نوجي إسلام فبرة الرليكة لا بشستي واشتاف يهو أسوانسو يهو بروكو и для тех первых, для тех устатных, и Аллах Субхану Та'ала поведет, что враг жива религия у Аллаха Субхану Та'ала, у Бога, то есть Ислам. والله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه وتعالى مفيد Выполнил вам вашу религию, и заполнил вам мою ласку, и выбрал для вас ислам и его религию. والإسلام يعني فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة عظيمة لمن امتن الله به أو به على الإسلام، يعني لمن أراد الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، فهذا فضل من الله كبير، وهذا دليل وعلامة على أن الله سبحانه وتعالى يريد الخير لهذا الشخص، وأن الله سبحانه وتعالى يريد له الفوز في الدنيا والآخرة. الإسلام فريس دار واسعي الله سبحانه وتعالى. كم الله سبحانه وتعالى داي مريدية. تو أصدقائي الله سبحانه وتعالى كوكا تو أصابه и все для этой особи добро в том жизни и в жизни теж остаточно. ولذلك يجب علينا جميعا ان نشكر الله سبحانه وتعالى، يعني ان ولدنا مسلمين، فما بالك بمن ينشا في مثل هذه البلاد ولا يعرف عن الاسلام شيء، ثم بعد ذلك يتفضل الله عليه فضلا عظيما ويهديه ويشرح صدره للإسلام، يعني فهذه نعمة عظيمة ودليل على محبة الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص أو لهذه الأخت. Аллах Субхану Та'аля йому провадив до тієї релігії спокроти, покажеш
muzułmanina, a nie w zależności jakie rodziny zostaje wychowane, to jego rodzina przekazuje mu tą swoją religię. Ale ta osoba, która wróciła do swojej religii, wróciła do islamu, a pan ją prowadził do tej religii, to oznacza, że to jest znak od Allah subhanahu wa ta'ala, że Allah subhanahu wa ta'ala kocha tą osobę. والإسلام مبني على خمسة أركان كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا هو الركن الأول وهو أعظم الأركان ولا يكفر الله سبحانه وتعالى بقية الأركان ما لم يتحقق هذا الركن وهو الشهادتان. أما الركن الثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو إقام الصلاة، والصلاة إنما هي صلة بين العبد وربه. وأما الركن الثالث فهو إيتاء الزكاة القادر عليها لمن بلغ النصاب وحال عليه الحول يعني عام كامل وبلغت يعني أمواله مقدارا معينا من المال أو حتى المعينة فهذا تجب عليه الزكاة للفقراء أو للأصناف الثمانية التي ذكرتهم سورة التوبة في الآية رقم 60. ثم بعد ذلك الركن الذي بعد ذلك هو الركن الرابع صوم رمضان، هذا الشهر الفضيل الذي نحيا في رحابه ونسعد بأيامه الجميلة يعني والذي يعني نشعر بسعادة غامرة وفي ذات الوقت نشعر بحزن عميق بأن هذا الشهر سينقضي وتعود الشياطين وتعود النفوس يعني نعود يعني إلا ما رحم ربنا سبحانه وتعالى. وآخر أركان الإسلام حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الرسول صلى الله عليه وسلم powiedział, że Islam został zbudowany na pięciu filarach. Pierwszy filar to jest wyznanie wiary. Wyznanie wiary składa się z dwóch oświadczeń. Oświadczamy, że wierzymy w jednego Boga, Allaha, i oświadczamy, że Muhammad jest posłannikiem Allaha. I to jest pierwszy i najważniejszy filar Islam. Drugi filar to jest modlitwa. To jest pięciokrotna modlitwa codziennie. I trzeci filar to jest jałmużna obowiązkowa. Ta jałmużna obowiązkowa, ona obowiązuje bogatych ludzi. Jeśli człowiek ma jakiś limit właśnie na majątku, wtedy obowiązuje go właśnie ta jałmużna. I od tego czasu właśnie tak powinien płacić tą jałmużnę. Tym ludziom, którzy Allah subhanahu wa ta'ala tym imieniem służy na Tauba w wersecie 60. I czwarty filar to jest post, którym my jesteśmy teraz w tym miesiącu. W miesiącu właśnie tak pozwała więc spadku. I też łaski od Allaha subhanahu wa ta'ala. I to jest miesiąc miłosierdzia i miesiąc właśnie tak miłości od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jak minie ten miesiąc, wrócą właśnie tak, jak gdyby szatani do swojej gdyby pracy. I piąty filar właśnie stanie to jest pielgrzymka do matki dla tych, którzy właśnie tak mają koło tego możliwości. Teraz właśnie tak będziemy mówić o wyznanie wiary w języku arabskim. I mam będzie mówić, siostra będzie powtarzała. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. وعلى الإيمان وأن يبارك فيها وأن يبارك في جميع المسلمين وأن نكون قدوة حسنة لغيرنا
وحتى يتم نشر الدين الاسلامي الصحيح في بلاد الله. Thank you.